دلوقتي هنروح معاكم لفقرتنا الاخيره وهي فقره توب سيكريت اللي خلالها بنقول لكم كل يوم خبر حصري جدا مش هتلاقوه ولا تعرفوه في اي مكان تاني غير عندنا. خبر النهارده عن اخر صفقتين في ميركاتو الزمالك الصيفي. عرفنا ان مسؤولي نادي الزمالك لسه بيواصلوا المفاوضات الجاده والقويه طبعا من اجل ضم اخر لاعبين لصفوف الفريق قبل غلق باب القيد للميركاتو الصيفي واللي هيتقفل طبعا مع نهايه شهر اغسطس الجاري. نادي الزمالك عايز يتعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجله، ولكن مسؤولي دجله طلبوا الحصول على 30 مليون جنيه على قسطين والحصول على خدمات 3 لاعبين من بينهم 2 بيع نهائي وهم محمد عنتر وعماد فتحي وبهاء مجدي، لكن نادي الزمالك عرض دفع 20 مليون جنيه واعاره محمد عنتر موسمين، ولحد دلوقتي ما تزال المفاوضات جاريه بين الطرفين خاصه طبعا في ظل رغبه محمد عبد العاطي للعب داخل صفوف الزمالك فضلا عن توقيعه للفريق في وقت سابق انتظارا لحسم المفاوضات بشكل رسمي مع وادي دجله. الصفقه الثانيه اللي الزمالك عايز تعاقد معها هي حسام حسن مهاجم سموحة، واللي مسؤولي نادي بيشترطوا الحصول على رقم كبير جدا طبعا وهو 40 مليون جنيه، ولكن الزمالك عرض 25 مليون جنيه مع إمكانية دخول لاعب أو لاعبين في الصفقة لإتمامها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. مسؤولي الزمالك هيعملوا جلسة مع نظرائهم في نادي سموحة بعد إنهاء ملف المدير الفني الأجنبي الجديد طبعا للفريق علشان ينهوا التعاقد مع حسام حسن، واللي النادي الأهلي أعلن برضو رغبته في التعاقد معاه، وهنشوف خلال الأيام اللي جاية إيه اللي ممكن يحصل.